بدورها تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة عقد برنامجها الصيفي أصدقاء الشرطة بنسختها 36 بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية وبمشاركة 570 طالبا وطالبة من مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وذلك حتى بداية أغسطس القادم. مهارات عسكرية مهمة يتعلمها جيل النشأ خلال عطلة الصيف لتفتح لهم آفاقا نحو مستقبل أمني وعلمي. لدى زيارتنا لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة نستعرض تدريبات أصدقاء الشرطة. ففي إحدى قاعات تدريب المشاركين في هذا البرنامج الصيفي بعامه 36 رصدنا الإقبال المتزايد من الطلبة الراغبين بالتعرف إلى الحياة العسكرية واستغلال أوقاتهم بما ينفعهم. هناك عدة برامج في هذه الدورة، ومنها البرامج التدريبية في أكاديمية العلوم الشرطية، ومنها البرامج التدريبية الأخرى في نادي الشارقة للرياضات الدفاع عن النفس. كما هذه الدورة متشكلة للفئة، فئة الشباب وفئة البنات لهم أصدقاء وصديقات الشرطة. وفي قاعة أخرى من قاعات الأكاديمية يتم تعليم المنضمين لهذا البرنامج فك وتركيب السلاح بشكل سلس ومرن، يزيد انخراطهم في العلوم العسكرية التي قد تفيدهم في المستقبل. إن شاء الله في المستقبل أن أكون أنا طيار عسكري، وأنا هذا البرنامج علمني كيف أتعامل مع الضباط ومع زملائي اللي إن شاء الله بعد يكونون إياي في المستقبل، ونكون أمل الدولة إن شاء الله. وبجانب التدريبات العسكرية والتمارين المختلفة يتم تثقيف المشاركين من خلال المحاضرات التوعوية الأمنية وتعزز مهاراتهم وتزيد ثقتهم بأنفسهم. من شجعني في هذا البرنامج اللي هم أمي وأبوي الله يحفظهم، والأشياء اللي تعلمتها في هذه الدورة العسكرية تعلمت اللي هو الثقة بالنفس والمشاة والرماية واللي هي ألعاب الدفاع عن النفس اللي هي منها الأمامية والجوجيتسو والسباحة. تعلمت أشياء جديدة وايد مفيدة حق المستقبل حقي، ولأن أنا جيت هني عشان تحمست إني بكون بتعلم أشياء مع الكبار أو تعلم أشياء جديدة وأستفيد منها عشان يوم أكبر أخذ معلومات من وأنا صغيرة. برنامج أصدقاء الشرطة وضمن أهدافه يسعى لرفع مستوى مهارات الطلبة المشاركين وصقل شخصياتهم وتعزيز معرفتهم بدور الجهات والأجهزة الأمنية واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل خلال العطلة الصيفية.